أعلنت وزارة السياحة والآثار القضية المتعلقة باستبدال مسكوكات ذهبية في المتحف الوطني للآثار إلى القضاء بعد أن تواصلت مع النائب العام وشكلت لجنة تحقيق مستشعرة وجود شبهات حقيقية في هذه القضية. هذا ما أعلنه وزير السياحة والآثار نايف الفايز خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اليوم لمناقشة هذه القضية، مقرا بوجود خلل واضح في الإجراءات المتبعة في دائرة الآثار العامة، حيث سيتم العمل على معالجتها كما قال الفايز لمنع تكرار مثل هذه الحادثة. من جهته رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبأسرع وقت ممكن للتفتيش على كافة الأماكن الأثرية والمتاحف في الأردن للتحقق من عدم وجود جرائم مشابهة للمسكوكات الذهبية. أما رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابش فأكد أن الديوان شكل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل هذه القضية، كما تم إجراء حملات تفتيش مفاجئة على متحف القلعة ومتاحف أخرى. أعضاء لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية بدورهم طالبوا بإعادة النظر بكافة الإجراءات المتبعة في دائرة الآثار العامة للمحافظة على الآثار الأردنية. تم تحويله إلى النيابة العامة وهو الآن بين أيدي الجهة المختصة وهي القضاء الذي نثق فيه وأنتم تثقوا فيه تماما، وهو سلطة صاحبة الاختصاص. وبالعكس تم الطلب مني من الرئيس المجلس القضائي، لأنه سألته قلت له الآن هذا التعرف راح يثير بالرأي العام وراح يكون في تساؤلات كثيرة، شو الإجراء اللي قال لي مدام أصبح في القضاء هذا لا يجوز التباحث حتى في الموضوع. لا أستطيع أنا، لا أنا ولا أي شخص يمتلك أي معلومة أن يدلي بأي تصريحات قبل ما ينتهي التحقيق وبعدها إن شاء الله لكل حد حديث. بالعكس راح يتم إعلان بكل شفافية عن كل مخرجات التحقيق ومن جهات كافة. موضوع السرقة أنا بعرف بده يكون في كسر في خلع في إشي، هذا لا، هذا موضوع مرتب مبرمج تمت من خلاله السرقة. موظف إحدى الموظفين اللي عندك ما خرجت، لا ولا واحد من برا، يعني ما طلعت برا. بعدين كتابك زي المفروض توقف مدير المتحف، ليش ما توقفه؟